ما تعريف اللقطة وما أبرز الأحكام فيها؟ اللقطة هي المال الضائع، هذه اللقطة المال الضائع، وهي يعني على نوعين: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، مثل التمرة، مثل كسرة الخبز، مثل العصا القصير، مثل الحبل القصير، هذه يأخذها الإنسان وينتفع بها على طول ولا يحتاج إلى إجراءات، لأنها ليس لها قيمة عند الناس. أما إذا كان لها قيمة عند الناس، مثل الدراهم، مثل الثياب، مثل، فهذه لابد يعرف علاماتها، يعرف علامات هذا المال الضائع ويحفظه عنده وينادي عليه مدة سنة كاملة في مجامع الناس، عند أبواب المساجد يكتب إعلانات ويلصقها في الحيطان القريبة. فإذا مضت سنة ولم يتقدم إليه أحد بعد التعريف، فإنها تكون له، ينتفع بها. نعم.